السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم من جديد وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة وموفور العافية. قناة عايدة للوصفات المغربية والعربية بامتياز تحييكم، واليوم في إطار الاستعدادات القبلية للشهر الفضيل دائما غادي نقدموا إن شاء الله الرحمن الرحيم سيجار أو دنم بالكاوكاو أو بالفول السوداني، ولكن هاد البريوات او عفوا هاد السيجار غيكون مختلف عن اي سيجار سبق وحضرته، لانه غنحضروه بطريقه صحيه بحيث حتى الناس اللي متبعين حميه او نظام غذائي معين قليل السعرات الحراريه يمكن انهم يعني يتناولوا منهم وحده او زوج بدون اي مشكل. علاش؟ لان غادي نديروا بريوات او سيجار بالفول السوداني بدون قلي، يعني ما نقليوش في الزيت، وايضا غادي نديروه بدون سكر وهذا هو المهم. نطيبوهم في الفران وما غاديش يكون فيهم السكر الداخل، فهما كيجيو من اروع ما يمكن تقديمه، بالاضافه الى ان الورقه قمت بالتحضير ديالها في البيت وعملت فيها معلقه ديال الزيت البلديه في الخلطه، وايضا عملت فيها مني كنبغيو نفرقوا ورقه على ورقه كندهنوها بالزيت، فانا دهنتها بالزيت البلديه، فداك المذاق ديال الزيت البلديه كيعطي واحد الروعه رائعه وهائله جدا لهاد لي سيجار هادو بالكاوكاو. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كما قدير لهاد السيجار غادي نحتاجوا على بركه الله ربعه ديال الفول السوداني بلا قشور، الفول اللي كيكون مقشر، فول سوداني مقشر. جبتو حمرتو في الفران هكا تحمر مزيان حتى ما يبقاش فيه الزفوره، ما يبقاش بيض. عندي 4 معالق ديال ماء الزهر، عندي القليل من المسكة الحره الميستيكا لاخواننا المشارقه اللي كندقها مع شويه ديال الملح او مع راس معلقه ديال سنيده، عندي معلقه صغيره ديال القرفه مدقوقه، وعندي ايضا ملعقه من عسل النحل، العسل الحر الطبيعي، ملعقه واحده فقط. اعيد، 4 ديال الكاوكاو او 250 غرام من الفول السوداني، عندي ايضا 4 ملاعق كبيره من ماء الزهر، ربع ملعقه صغيره والقليل جدا من المسكة الحرة او الميستيكا، ملعقه صغيره من القرفه المدقوقه او المطحونه الدراسين عند اخواننا في المشرق، وملعقه كبيره من عسل النحل، العسل الطبيعي ماشي عسل السكر. اذا ايضا غنحتاجو بحال غنحتاجو الورقه ديال البسطيله اللي صوبتها او عوضتها في الدار كيف ما كتشوفوا معايا، ودهنتها كيف قلت لكم بالزيت البلديه، هي مدهونه بالزيت البلديه. فهنا عندي نص كيلو وافي تقريبا واحد 600 غرام ديال الورقه ديال البسطيله اللي غنخليها كيف ما كتشوفوا معايا. كناخد الكاوكاو ديالي حمرته وكنوضعو في مطحنه الكهربائيه، ثم كنبدا نطحن الكاوكاو ديالنا وكنستمروا في الطحين حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كلها. كيف ما كتشوفوا معايا انا طحنت الكاوكاو ديالي او الفول السوداني حتى ولا بحال اون بات، حتى عطاني الزيت ديالو اللي كتشوفوا خرجات بحال هكا، هو بلا ما تزيد عليه حتى شي حاجه هكا راه كيتجمع، يقدر يولي قدا غير بحال هكا. داكوغ، دونك مهم جدا اننا نطحنو مزيان الكاوكاو ديالنا حتى كيولي هكا معلك كوم البات هكا مجموع، الا عملتي منو كره كتعمل فاسيلمون ما كيبقاش مفرتس. اذا كنطحنو حتى كيخرج الزيت ديالو كيولي معلك، كنزيد عليه قريفه بهذا الشكل، كنزيد عليه شويه المسكه الحره اللي دقيت مع السكر سنيده هذا الشكل، كنخلط بعدا هادو هما اللونين هكا حتى كيندمجوا العناصر كاملين مع بعضهم، وهو محيتاش معلك ديجا ودير بحال اون بات كتجيني الخدمه سهله، كنلقاش صعوبه باش نجمعو او غادي خصني بزاف ديال ما الزهار او غير خصني لا. شويه كم قبيله 4 المعالق كبار، يعنيكم ميزانكم على حسب الكثافة اللي تطحن لكم بها الكاوكاو، إلا كان طحون بزاف بحال هكا غندير 2 معالق كبار بحال هكا، كان ناشف تقدرو تزيدو توصلو حتى 4 ديال المعالق كما كتشوفو معايا بحال هكا. ثم دابا غادي نضيف العسيلة ديالي اللي عندي، العسل الحر هذا للتحلية،
انا شخصيا الحلاوه ما كنبغيهاش بزاف، يعني معلقه وحده كافيه. كندوق كنشوف العقده ديالي كيفاش ولات هكا. يعني انا كنكتفي بهاد الحلاوه وبهاد الشكل هذا ديال العقده. دابا غادي ناخذها غادي نبقى نشكل منها. الا كنت غندير بريوات كريات صغار كنت غادي ندير قنانط او سيجار نشكل منها اصابع صغيرين. شكلت الاصابع ديالي وغادي يبقى عيني ميزاني على حسب الورقه، الا كانت كبيره غادي نقص منهم. دونك غادي نبدا ناخذ ورقات ديالي. الورقه الاولى غادي نقطعها على زوج. انا قلت لكم غندير السيجار وانتوما اللي بغى يعمل السيجار يعملو، اللي بغى يعمل بريوات يعملهم. ثم غادي نقطعها بهذا الشكل. غادي يجوني فريمون دي سيجار كي سون تري بوسي صغارين بزاف. كيف كتشوفوا كنجيب السيجار ديالي بحال هكا او الورقه ديالي بحال هكا، كنجيب لو بوتي سيجار او لو بوتي بودان اللي صايبت كنبسطو بحال هذا الشكل هذا هكا. ثم كنجيب الورقه ديالي بهذا الشكل، ورقه اخرى بهذا الشكل، وكنبدا كنلوي كنبسط باش كنعطي لا فورم ديال السيجار بحال هكا. هنا بما انني ما غاديش نديرهم في الزيت فانا ما كنعملهم لا بيض لا والو، دونك نتوما بغيتو ديروا شويه ديال الدقيق والماء ممكن. غنستمروا غنجيب القطعه الثانيه. دونك غادي نعمل لو بودان او السيجار ديالي بحال هكا، ثم غادي نلوي بكل بساطه لو بودان ديالي بهاد الشكل. تيجيو دي سيجار رائعين جدا، وكيف كان طبيعه الحال الاحتفاظ بهم في الثلاجه حتى الحين الرغبه في الاستعمال ديالهم. اكستاز كنجبدوهم كنديرهم في الفرن مباشره بلا ما نتسناهم وقت باش يديكونجلاو، نو ديريكتومون كنشدوهم نعملوهم في يعني كيطيبو في الفرن. بريوات الطريقه سهله، كناخذ الورقه ديالي كنقسمها على زوج بطبيعه الحال. ما كنقسمهاش على اربعه كيف السيجار، نو كناخذ هذا الجزء هذا كنطويه بحال هكا كيولي عندي هاد ان دومي سيركل. ثم تناخذ هنا ما كنديرش ان بودان كندير كويره بهذا الشكل هذا، كنوضعها في الجانب بهذا الشكل، ثم كنقلب وكنبدا كنعمر خليها شي فراغه. لا خاصني شي فراغ غادي نزيد فيه. غادي نعاود نقلب بحال هكا ونصايب العجينه ديالي او لاباط اللي داخل. واش كتجي فين ما عديتي كتكون عامره ما تكونش خاويه. فوالا هنا زائد كنزولو الفائض بحال هكا كنزولو، كتجيني البريوه ديالي على هذا الشكل. وبطبيعه الحال كيف كنقول دائما الا بغيتو هاد الجوين بهذا تعم ديروا لي شويه البيض وهذا. انا ما كنعملهمش لان ما كيتحلوليش في الفران، ديروا شويه الماء والدقيق ممكن. شوفوا البريوه ديالي. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كيمكن تفنوا بالاشكال، غير هو انا يعني الا بغيتوا الراي ديالي تيبان لي على ان الحلويات المعسله او عفوا البريوات المعسلين او الحلوين اللي كنصوبوهم سواء باللوز سواء بهكا بالكاوكاو سواء كنفضل انا نديرهم على شكل سيجار ماشي ماشي بريوه هكا. وكان نخلي يعني البريوه نفردو بها او نميزو بها الاشياء المالحه. فهذا هو الراي ديالي انا، وتبقى عاوتاني على حساب نتوما شنو كتفضلوا. فانا كنفضل على ان الملح هو اللي يجي في البريوه و يعني الحلو يجي في دي سيجار. فوالا ثم كتشوفوا البريوه ديالي كيفاش كتجي معوطه
ومكروزة، مهم انها تجي مكروزة، مهم جدا. فوالا، انا غنستمر نفس الطريقة كيف ما كتشوفوا معايا. ربعة ديال الكاوكاو خرجت لينا هاد الكمية هادي من السيجار بالفول السودانية وسيجار بالكاوكاو الصحي بدون قلي وبدون سكر. كيجي متقون يعني مشدود معوض، ما عندوش شي مشكل. فدابا غادي ندوز باش نوريكم طريقة الاحتفاظ، لأكيد انكم اصبحتم الان كتعرفوها بشكل جيد. كناخدو بواطا كتكون محكمة الإغلاق، وكنوضعو بطبيعة الحال لو فيلم أليمونتيغ بهذا الشكل هذا، تنوضعوه في الأسفل. ثم كنستفو لي سيجار ديالنا بكل بساطة بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقى كنستف لي سيجار ديالي كاملين، الكمية اللي عندي كلها هي بهذا الشكل هذا للإحتفاظ بهاد الشكل هذا. دي هي اللي غادي نحتاج ملي يكونوا عندي الناس. فوالا كنرجع ليها لو فيلم اليمونتير كتشوفوا معايا بهاد الشكل بحال هكا، ونزيد طبقه ثانيه مثلا بحال هاد الشكل هذا ديال البريوات مثلا، يكون عندي الكميه ونكمل. وفي الاخير كنقطع هذا وكنحكم الاغلاق، كيجيو عندي بهذا الشكل هذا الاحتفاظ. وفيما كنبغي كناخذ طبقه، كنزول الفيلم اليمونتير ديالي وكنهز الطبقه اللي فيه. دابا غادي ندوزو باش غادي نشوفو بطبيعه الحال طريقه ديال وضعهم في الفرن. ندوز نوضع البريوات ديالي ولي سيجار في صفيحات الفرن بدون دهن، لانهم هما ديجا مدهونين لمده ديال واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه لطون يبانوا ليا تحمروا، ونخرجهم باش نقدموهم بصحه وراحه. هذا حبيبتي هو الشكل النهائي للسيجار بالكاوكاو او بالفول السوداني، صحيين مطهيين في الفرن بدون زيت بدون قلي وبدون سكر. عملنا فيهم فقط ملعقه واحده من العسل، اللهم الا حبيتوا تزيدوا واحد الخويط ديال العسل هكا من الفوق، العسل الحره بحال هكا دردروها عليه. كيجيو صبيعات غزالين مقرمشين هانتوما كتشوفوا، فنين رائعين جدا. كتجيو ايضا البريوه كتجي مسمقه، شوفوا البريوه كيفاش كيجي الشكل ديالها بحال اللي كتشرى من الخارج. ما كندهنوهم بوالو لان الورقه ديجا كتكون مدهونه بزيت البلديه. كنقدموهم بهذا الشكل هذا مزيانين مشويه من الفول السوداني باش نعرفوا على ان الحشوه ديالهم هي عباره عن كاوكاو او فول سوداني. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم في المنازل ديالكم. والى عجبكم ما تنساوش ارجوكم كالعاده تنضموا للقناه وتشتركوا بالضغط على زر مربع صابوني سبسكرايب. ايضا ما تنساوش ديروا لنا لايك فضلا لا امرا، وتبارطاجيو الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا لا امرا لتكبر العائله وتعم الفائده. وساسعد دائما بلقائكم والى لقاء اخر بحول الله.